لا 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 شيخ خذ بزاف هادشي. ولا لا 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 اخويا هادشي كثير الخوت. العفو العفو اخويا. شوف السيد كيف لوكا كي غادي الخوت. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. انا دابا جيت للمقصه الاخوان، ديك الناريات كنت مناقش انا والدراري صحابي ولاد السيكتور، قالوا لي قلت لهم انا نقد نجرف لوكا شي 10 متر وبحال هكاك. واحد السيد جا عندهم قال لهم انا كنتحدى عبد الرحمن ما يقدرش يجر فلوكا 10 متر ولا 12 متر. تلاقاو مع سي اكشودا، هو اللي معروف الاخوان، هو في الفليك اللي كاع الناس اللي في المنصات يعرفوه. قالوا لي يعني هما قالوا لي هادي يقدر يدير هذاك التحدي، هو قال لهم لا. هادشي اللي قلت لهم سي اكشودا، هادشي اللي قلت. السلام عليكم الخوت، مساء الخير عليكم. ذاك النهار واحد الدري بحال هكا تيخدم معنا جا عندي قال لي راه عبد الرحمن غيجر الفلوكه، غادي يجرها على واحد يعني واحد المسافه ديال 10 ديال المتر ولا 12 متر. انا بحال هكا تلصقي في الهضره وفي الجماعه قلت لهم لا ما غاديش يقدر. وانت دابا تنقولها ما غاديش يقدر، لانه علاش الخوت؟ الفلوكه ثقيله فيها الماتيريال فيها سميتو. الا كان هذا السيد غادي يجرها انا تنقول لي غنعطيك 1000 درهم ديال الحوت. كنت داير مع الحوت، لكن الحوت ما كاينش. انا الاخوان قد بات تحدي، انا لا للمستحيل، يعني شي حاجه الا دخل عليها دخل عليها ان شاء الله. دابا هادي نست، المهم هو المشاركه. انا قد ندير هذا التحدي هذا ان شاء الله تعالى. اخويا غدي وين الله يحفظك ليا، انا قد ندير هذا التحدي هذا. سي اكشود اش قلتي لي 1000 درهم تاع الحوت؟ اخويا 1000 درهم ديال الحوت غنعطيها لك فلوس شريها حوت. علاش؟ لانه انا كنت غادي نعطيك صندوق ديال الحوت، ملي ما كاينش الحوت غنعطيك 1000 درهم. خذ يعني كاين المنزله اخويا، داكشي باش يعني هو كان بيجيب لي صندوق ديال الحوت. وهادشي اللي كاين دابا غادي نسرع، يعني غادي نضرب واحد المسافه من لهات الاخوان، غادي ندوز اجيكم ما تشوفوش. يعني قال لي هادي تجيب الفلوكه يعني من اللي هات هذيك اللي في الراس لهات. جيت لقوس لفاني هادي نجيبها لهنايا الاخوان، تا لقوس هذا لتحت، وغادي نعاود ندورها ونعاود نرجعها عاوتاني في كان سباحه. يعني الباندو رابطو هنايا، ودابا هادي نستر هادي مسي نلبس الكومبيل ديال الاخوان، وهادي يا ربي تخرج لتحت. يلاه سيدي سيدي احنا غادي نشوفو. انا الخوت اللي تنقول وتنعاود نقولها بانه ما غاديش يقدر. علاش؟ انا الخوت تنخدم فيك بحكم التجربه، عرفت بانه الفلوكه ثقيله، ومع هذا مع هذا مع هذا الريح اللي كاين دابا ما غاديش يجرها. والا جرها اخويا برافو ديالو، وتنعاود نقولها الا جريتيها اخويا هاني لك. ما تخافش كان احنا داخلين على ساكشوط عطي وينه. انتم الخوت الى غير حركها ربح، شتي الى غير حركها صافي ربح. انه علاش الخوت؟ الفلوكه راه ثقيله، وباش هو غادي وحنا راه في الطلق ديال الخوت ملي تنبغيو ندفعوها راه ثقيله علينا. اما الا تلح هو وجرها من هنا ليه، انا قلت ليه ربحتي صافي. اللهم بارك اللهم بارك اخويا. الصدمه هذه الخوت والله الا الصدمه هذه بالله. شوف اخويا الفلوكه كي غاديه. هذا الخوت لا 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 شيخ خوت بزاف هادشي. ولا لا 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 اخويا هادشي كثير الخوت. العفو العفو اخويا. شوف السيد كيف الفلوكه كي غاديه الخوت. هادشي راه ما يمكنش، هذا مرتب ما شي موتور الخوت ولا دير شي بال ديال ولا شي حاجه. لا 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 اخويا لا 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 صافي عبد الرحمن حبس دور 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 اخويا. العفو دور عبد الرحمن دور دور عبد الرحمن. لا لا خويا عبد الرحمن لا صدمتيني والله العظيم. لا اسمع البوره كاع ادور اخويا رد البلاصه رداها اخويا. قلت لك انا الا حركتي ربحتي اخويا. رد لي الفلوكه البلاصه البلاصه اخويا. دابا نقول يلاه بين لي اخويا بين لي. انا بعدا تنقول تبارك الله عليك وبرافو عليك، ولكن اخويا كمل الخدمه ديالك. والله اخويا لا صدمني الخوت بالله. هذا السيد هذا تبارك الله عليه ما شاء الله. الله يبارك لك الله العظيم تبارك الله عليه برافو عليك. شوف الخوت دابا الطريقه باش بيدورها راه ما سهله الصراحه. هي هذه نهضروا في المنطقه الخوت، انه باش غادي نكذبوا على ريوسنا. لا السيد تبارك الله عليه برافو عليك. تعال الخوت هادشي اللي سال اخويا عبد الرحمن سير. شوف الخوت انا كنت قلت ليه غير الا حركتي ربحتي. السيد راه حتى اللي ورضى بارك الله عليك اخويا. ما عندي ما نقول الصراحه هي هذه. اش بان لك السيد؟ واخويا برافو عليك اخويا تبارك الله عليك. الصراحه هي هذه والجمهور راه كلشي الخوت تشوف كلشي تيشوف. ما غاديش نخبيو عليه.
جبت لك خصوص. تبارك الله عليك، الله يرحمك. أه؟ ما عليك تاع حد. ما هذه يا خويا الصراحه قسما بالله برافو عليه ويستاهل. والسيد دا فات ما عرفتش شحال من مترو ودا طل البلاصه اللي قلت انا يقدر كاع يحيا وعاود دوره وجاب البلاصه. الصراحه الخوت برافو عليه ويستاهل وقسما بالله اللي يستاهل هذا الشيء اللي كاين. عبد الرحمن اخويا ساليتي معايا انا دابا هذا الشيء هو اللي كاين. لا حيف شوف شوف بارك الله عليك اخويا ما عندي ما نجي. واه قسمه تشيرا اخويا ديالك اخويا تستاهلها تستاهلها وتستاهل اكثر. هاك الخوت ها هي الخوت يشريها حوت يدبر راسو معاها. ها هي الخوت شفتوها والله ما كاين حتى شي مسافه طويله الاخوت. ها انتوما انا الصراحه كنت قلت ليه لا غير حركتيها ربحتي ولكن الخوت دا حتى القص ورضها وجابها هي في بلاصتها يستاهل وبزاف. هاك اخويا تحيد هذيك الدوخه. عبد الرحمن اخويا الدوخه بالصحه والراحه وتبارك الله عليك وراه صدمتيني يا خويا الصراحه هي هذه. ارتاح اخويا مع راسك ارتاح اخويا مع راسك برافو عليك اخويا صراحه الخوت هي هذه لانه علاش هذا واخا اللعبه الخوت تشوفك ما شاء الله هذه مشيت الحوت لا شي سنيد قطع الحوت الاخوان طاحتو ويستاهل وبزاف. انا واخا جيت على قبله والله العظيم هذا الشيء ما مشاش هكاك لانه علاش الصراحه انا كنت نقول لي غير حركها ربحتي ولكن اخويا باش تديها حتى اللي وتعرض ضدها وسميتو وباقي فوق يعني باقي مسوفلي انا ماشي عيا ولا شي حاجه ولا ما بانش عليه العيا سبحان الله. راه خصكم تعرفوا الخوت واحد القضيه تعرفوا واحد القضيه بان هذه البلاصه منين جابها راه فيها البر فيها الريح الريحه شنو هو ولا تيعمر لك في الفلوكه وتيتقلها عليك بحال تولي جار بحال جار جوج ديال الفليك. انا اخويا الصدمه هذه صدمتيني وفي نفس الوقت نقول لك الصحه والراحه وتبارك الله عليك وبرافو عليك وتستاهل اخويا الشغل اخويا اصاحب التحدي هو هذا دوزتو في التحديات كاملين عمرني عييت شي تحدي حتى هذا التحدي ما حسبنا الاخوان هنا بشدوا عليا كنت في التو الاخوان عطي واش الجرس عبيره تقيله الفلوكه بغيتها تقيله ودابا راه البرد مضطني راه فاش وصلت حتى لهنا راه قول اخوان شي 15 متر بحال هكا ولكن ان شاء الله ينتقدوا بها الحوت قريش تبيع الحوت وتحياتي للجميع اللي قرا.